أهلا بكم إلى أخبار الكومبس. رئيس الحكومة السعودية ستيفن لوفين في زيارة مفاجئة إلى العاصمة العراقية بغداد، التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. الهجوم المستمر على مدينة الموصل لتحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية داعش كان في صلب مباحثات المسؤولين. وفي تعليقه حول الزيارة قال لوفين إن العراق تضرر كثيرا من داعش الذي شكل أيضا تهديدا على المجموعات أو المجتمعات المفتوحة في أوروبا. هذه الزيارة مشاهدين تأتي بعد أن أنهى لوفين زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، لا زالت تثير الكثير من انتقادات المؤسسات والمنظمات السويدية. لكن ما أهداف هذه الزيارة المفاجئة للعراق وفي هذا التوقيت، وما هو نصيب اللاجئين العراقيين في السويد من طاولة المباحثات لمباحثات لوفين في بغداد؟ سؤال طرحناه على ضيفنا من مالمو رئيس الجمعية العراقية الثقافية، فلنتابع. حقيقة احنا ننظر الى زيارة رئيس وزراء السويد السيد ستيفان لوفين الى العراق، هو في نوع من ابداء التضامن مع العراق في حرب ضد داعش وضد الارهاب. ونتوقع ان تجري مباحثات حول كيفية مساعدة العراق في هذه الحرب، سواء من ناحية التدريب أو ربما من نواحي أخرى كتكون اقتصادية. أيضا أعتقد راح يجري الحديث حول مسألة احترام أو مساعدة الناجحين وقد حمايتهم قدر الإمكان، حيث من المتوقع أن داعش راح تستثمر أو تستغل المدنيين ك مجالات بشرية للدفاع عنها، وبالتالي راح السويد تطرح ضرورة الاهتمام بهذا الجانب وأخذت نظر الاعتبار. كما نتوقع أيضا أن يجري الحديث حول كيفية مساعدة الناجحين، حيث من المتوقع أثناء العمليات الجارية أن ينجح أكثر، أن يتم عملية نجوح أكثر من 1 مليون شخص في ظل هذه الحرب ضد الإرهاب. ربما أيضا يجري الحديث أو نتمنى ذلك حول قضية العراقيين الموجودين في السويد والذين معلقين، يعني ما حصلوا لا إقامة، تسهيل عملية حصولهم على الإقامة أو تسهيل عملية رجوعهم إلى العراق. وربما سيجري الحديث أيضا حول ما هو متوقع من عملية لجوء يعني المدنيين في الموصل بعد هذه الفترة السنتين اللي شافوها من داعش، ربما يحاولوا كثير منهم يغادروا العراق إلى دول اللجوء من أجل حمايتهم نتيجة الظروف الصعبة اللي مروا بها خلال هالسنتين واللي أصبحت معروفة لكل العالم. أعتقد أيضا السويد راح تبحث مع الجانب العراقي مسائل البناء الاقتصادي في العراق ومساعدته بهذا الجانب، حيث بعد كما نتمنى أن يكون هذا الأمر قريب طرد داعش وعودة الموصل إلى الوطن، ستجري عملية البناء والنهوض من جديد. نتمنى أيضا أن تطرح السويد مسألة يعني رئيس وزراء السويد مسألة حقوق الإنسان في العراق، حقوق الأقليات، عدم إصدار قوانين تتعارض مع حقوق الإنسان. واحنا ننظر ايضا الى هذه الزياره هو للدور الذي ممكن ان تلعبه السويد الان بالاخص بعد انتخاب السويد لرئاسه مجلس الامن الدولي للعام القادم، حيث ستستلم المنصب في ديسمبر. والمتحدثة باسم السياسة الخارجية لحزب الليبراليين بريغيتا أولسون تقدم بلاغا الى اللجنة الدستورية ضد رئيس الحكومة ستيفن لوفين بسبب رفضه تسمية نظام الحكم في المملكة العربية السعودية بالديكتاتورية حسب وصفها. ونقلت صحيفة إكسبرسن عن أولسون قولها إنه من الصعب فهم أن رئيس الحكومة لا يريد وصف السعودية بالديكتاتورية حسب زعمها، ما دعاها إلى تقديم شكوى إلى اللجنة الدستورية عن الطريقة التي تعمل بها الحكومة.
وفي أخبارنا الأخرى، وزير الهجرة السويدي مورغان يوهانسون يقول إن السويد لا يمكنها تحمل مسؤولية جميع طالبي اللجوء من المراهقين والشباب اليافعين القادمين من بلدان الشرق الأوسط. ووفقا ليوهانسون، فإن 75% من طلبات اللجوء التي تقدم بها المراهقون والشباب اليافعون دون سن 18 والقادمين من أفغانستان بدون صحبة ذويهم قد حصلت على موافقة للحصول على تصريح الإقامة. طبعا أثرت التجديدات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بالتحديد مصلحة الهجرة على ضوء التعديلات القانونية التي أقرها البرلمان السويدي، أثارت حالة من القلق الكبير لدى العديد من طالبي اللجوء المراهقين. حزب الليبراليين المعارض يقترح برنامجا جديدا لإدماج الوافدين الجدد في سوق العمل والمجتمع السويدي. المقترح يتضمن الحد مؤقتا من حرية اللاجئين في اختيار السكن في المدينة التي يختارونها، كما تتضمن السياسة الجديدة مقترحا يقضي بدراسة المحاكم السويدية تنفيذ المزيد من قرارات الترحيل بحق الأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية والمدانين بارتكابهم للجرائم وبشكل أكبر مما هو عليه الحال الآن. السويد تحتل المركز السادس عالميا في مؤشر التقدم الاجتماعي بنسبة 88.8% بسبب تمتعها بالاقتصاد القوي والدرجات العالية من الحقوق الشخصية للفرد. فنلندا جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 90.9% محققة أسس الرفاهية والحريات الشخصية، فضلا عن تحقق أعلى مستوى للمعيشة. تلتها كندا الرائدة في المجالات الطبية والصحية. يقيم مكتب العمل دورات تدريبية في السويد لنحو 270 شخصا من كبار المدراء وصانعي القرار من 6 دول، هي كينيا، إثيوبيا، بنغلاديش، موزمبيق وتنزانيا وكذلك كمبوديا. وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السويدية، فإن الهدف من الدورة التي جاءت بتكليف من منظمة سيدا السويدية للمساعدات الإنمائية هو زيادة المعرفة حول الكيفية الفعالة التي يساهم فيها سوق العمل من أجل الحد من الفقر وخلق مساواة أكبر بين أفراد المجتمع. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.